السناك مش وجبة أساسية، بس أحياناً بفش الخلق وقت يضرب الجوع. الشيف اليوم رح يعطينا أفكار لسناك سريع. هاي ملك. هاي شيف. كيف اليوم؟ أنا اليوم كتير مبسوطة. ليه مبسوطة؟ سناك وساندوتشز ويلا والعاني. طيب مثلاً سناكات، إنه مثلاً بتعرفي أوقات واحد بيجي على باله ينقرش أطول عشي. إيه، إنه أكيد بس بين الغداء وال، مش إنه واحد بياخذ سناك على الترويجة مشان بياخذ سناك بعدين، بيتغوى مشان بياخذ سناك. رجع بيتغدى رجع بياخذ سناك. فحنعمل اشياء صغيره، ممكن تكون حتى فينجر فود اذا كان عندنا اصحاب قاعدين. اليوم حنعمل كم طبق يكونوا حلوين سهلين. في اشياء فيها تتحضر قبل بيوم، في اشياء فيها تتحضر بنفس الوقت. بشكل انه الشخص هو شو بيحب يعمل. حنعمل اول طبق اللي هو معمول من ضلع الغنم، يعني من البريسكت تبع الغنم تجي هون تحت الغاك تحت الريش مع الجنب البطن. هنحطها هلا هنتبلها ونحطها بالفرن تتحمر مزبوط، بعدين هنشيلها من الفرن ونتفها بايدينا ونحطها على ساندويتش هيك حلو تكون. هنعوز لها اول شيء مارينيشن، هنعملها مارينيشن. خلينا نجيب جات. رح نعملها تتبيله. تتبيله. هناخذ شوية زيت. زيت زيتون. هي هون. هناخد دبس. دبس دبس الرمان. اوكي. هناخد خل بلسميك. هيدا فينا نستعملها الخلطة مثلا للستيك. ايه هاي فينا. للروستو مثلا. حلو. بس ما في تاكل بصوص ساعتها، بدها تاكل ناشفة. اوكي. هنحط معها شوية كاتشب. بيعطي لون كمان. 100%. انه سناك عطول. السناك كتير مهم بحياتنا اليومية، انه شوي بيصبرنا وقت الجوع. 100%. خصوصا مثلا اذا وقت طويل بالمكتب، تغدينا مثلا على بكير وما كان الغدا كتير على طول ما كتير كتير على الاربع خمسة بنتصبر بسناكية صغيرة. حنحط هلا كمان شوية ورشستر شاير صوص معهم لتعطيها طعم مدخن. شو هو الصوص؟ ورشستر شاير صوص. ايه اسمه موجودة. يعني هالنكهات المختلفة بتعطينا طعمة كتير مميز إلى اللحمة. شوية ملح. اوكي. فلفل أسود. شوية. نحن أكيد أسود. ما كمان حطينا كتير ملح لأنه بعتقد هدول السوسات فيهم ملح، صح؟ ما شوية ما كتير. أكيد لما نرجع ندوق على طول. تمام. هي التتبيلة من أي مطبخ يا شيف؟ هلا هيدي انترناشونال. اوكي. معترف عليها من كل المطابخ. هنحط هيدي هون. هلا حنحضر اللحمة تبعنا. اوكي. عطول بشوف مثلا انه سناك مطعم مكتوب عليه سناك بس ببيع ساندوتشز وفريريج وهيك. هي لا هي سناك يعني كلمة معترف عليها انه شيء على السريع كمان يعني مش انه مش وجبة أساسية. ساندوتش ولا فيها تكون ساندوتش فيها تكون اوبن فيس ساندوتش. اوبن فيس مثل التوست. فهلا هي شقة اللحمة. اوكي هلا بنشوفها مزبوط. 100%. هيدي مثلا شقفة اللحمة بس طيبة للساندوتشز، شو فينا نستعملها؟ كل شيء هيدي بتحطيها بالريش سوري بالمحاشي. هيدي شقفة الحلو فيها انه مدهنة فطيبة. بس اكيد ننتبه على الكوليسترول. اكيد احنا بنحكي عادي مش عم صحتنا منيحة. ايه شوف الدهن ولحمتها فاتحة خصوصا انها غنم كمان. ايه هناخذ البريسكت هناخذ شقفة منه هون. اوكي. طيب هيدي مثلا للشوي؟ اكيد هيدي اكثر شيء للشوي. حاضر بس بدها وقت يعني واحد بيطول باله عليها عشان مثلا دغري بيجي بياخذها. خلص انا وعدتكم بالباربيكيو ونجيب منها لهيدي. ايه بدنا نحط تتبل على مهلها نار. اول شيء بنحطها على نار عاليه بعدين شوي شوي بنتركها لحالها مسكره بنتركها بنسيبها لحالها لا تفوت. واو. حنجيب هالقسطنيه. حناخذ هالقسطنيه شفتي حاطين عليها راك مش هنحط تحتها مش هنحط تحتها مي لل هيدي هيك تركب هنحط تحتها مي ما بدنا المي تدق بقلب اللحمه بس ما نحط مي لتعطيها بخار شوي ايه. بعدين نحمرها نفتحها. هناخذ اول شيء ملح كشر عن جديد. فلفل اسود صح 100% شوي فلفل اسود. طيب اذا مثلا ما عملنا ناخذ لحمه هيك مدهنه ايه فينا نستعمل فيليه. فوفيلي مش ستيك لانه ستيك حرام يعني حتى في اشياء في فوفيلي اشياء غاليه
ايه. بس نحن عم نجرب نستعمل قطع رخيصه يعني شيء رخيصه رخيصه بالسعر طبعا مش بالنوعيه طيب فينا نعمل فيها شغل مش على طول نشتري قطع لحمه غاليه لنعمل شغله حرامه هيدي هيدي مش شايفه كثير طيبه اكيد هلا الدهن كله حيروح بالمي سو حنستعمله حناخذ هي الصوص شوي نحط هيك كمان طيبة مثلا حدا بطاطا بيوري كمان 100% نفس الطريقة حدا بطاطا نحط هيك فينا هيدي النقع نعملها مثلا للدجاج للسمك فينا فينا تلبق للسمك مثلا نحط لها شي صوص الاشياء اللي كثير حلوة ما كثير طيبة على السمك اوكي شو فينا مثلا نعمل لنقع نقع هيك تشبهها للسمك للسمك كل شيء بيتعلق بالحامض يعني بده يكون الاساس تبعها شوي حامض ليطلع طعمتها طيبة اوكي هلا شفت هذيك حطيناها هيك نشربها منيح بالصوص فينا نعمل قبل بليله نجهزها حلو ايه كل ما شربت الصوص اكثر كل ما صار طعمتها اقوى هلا حنحطها هيك نزيد لها مي